لو الحكاية فيها إن فيديو النهاردة حصل النهاردة إن في قرار بمد أجل الحكم 25 مارس. إحنا كده قضية مدة شهر جديد، خلينا نتعامل على إن إحنا أمام يبقى الوضع على ما هو عليه لمدة شهر قادم. القضية هي قضية دفاع عن النقابة ودفاع عن الزملاء، فليكن المعركة هي المعركة الأساسية اللي احنا مشغولين بيها، هي معركة الدفاع عن النقابة ودفاع عن الزملاء ودفاع عن مصالح الزملاء الصحفيين. ما دون ذلك خلينا نأجله للقضاء، القضاء يقول حكمه بعد شهر، نحن سننتظر الحكم. الآن هننشغل بالنقابة بمعركة النقابة وما يجري داخل النقابة، الآن هو الأهم منذ بداية القضية، وده قرار كنا اتخذناه من البداية أنه يجب أن لا تؤثر هذه القضية على مصالح الصحفيين. وأنا أعتقد الآن علينا أن ندرك أن ضعاف الإطار الطبيعي هي قضية من أحد قضايا الاعتداء على الصحافة وحرية الصحافة من وجهة نظري، ولكنها واحدة من ضمن قضايا متعددة، وننتظر جميعا الحكم بعد شهر.